حد من اصدقائنا يعني المهمين في البلد بيقولي ايوه النبي لازم تاكد على موضوع الستات ده. والله العظيم هو اللي بعت لي دلوقتي حد يعني من الكبار بيقول لي اتكلم على موضوع فرض ضرائب على الستات اللي بتدخن. مش انا اللي بقول، هو اللي بيقول. فموضوع فرض الضرائب ده، موضوع الستات اللي بتدخن ده يا جدعان معلش يعني رشدوا شويه حتى في التدخين. والله ما بهزر، انا ببقى قاعد او 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 بشوف ده بعيني، بشوف ده بعيني، ان بيبقى الواحد قاعد الست قاعده مع راجل، الراجل مثلا ممكن يشد مره مرتين، الست طول ما قاعده بتشد. وبقول لحضراتكم ساعات احس كده ان الدخان طالع من ودانها. اه والله مش طالع من مناخيرها وبقها بس، لا طالع من ودانها. دي استاذه في التدخين ورئيس قسم. طب وبعدين يا جدعان؟ وبعدين المساله بقت منتشره، كل ما تقعد في مكان تلاقي الست بتشرب، الست بتشرب، الست بتشرب، الست. طب وبعدين؟ يعني اهدوا شويه. والاخ قاعد ما بيدخنش، تلاقي الست بتدخن. قليل اول ما اقعد الاقي كده ايه شله مع بعضيها بتدخن. وفي بتاع طلع جديد كده في الشارع، بلاقيه كده بتاع عامل زي المدخنه بتاعت الكباب، ماسكه كده ببقه، ما اعرفش بيسموه ايه. بيقول لك اصل ده بيعوضه عن التدخين، ما اعرفش اسمها ايه، معلش انا مش خبير في المسائل دي. ماسكها اسمها ايه يا ريس؟ فيت فيف بي بيف فيب فيب. اه الاستاذه بوسينه يبدو انها بتشرب فيب، بوسينه يوسف، فهي اللي في فيب كده. بيقول لك دلوقتي يمسك الفيب كده وطول ما هو ماشي تلاقيه بيدخن، يدخن. ايه يا عم ده؟ قال لك لا ده عشان يمتنع عن التدخين. تيجي ازاي؟ مش عارف. ما علينا. انا قلت اسم حضرتك ما قلتش. قال لك ايه يا سيدي بقى؟ استاذ محمد السيد عيد كاتب مقال ليه معنى خاص بالبصل. يعني ايه بقى؟ اسمه كده معركة البصل. قال لك مصر لا تخوض حربا ضد الارهاب فقط، لكنها تخوض حربا ضد حربا اخرى في نفس التوقيت، هي الحرب الاقتصاديه، الحرب ضد منتجاتها التي تقوم بتصديرها للدول الاخرى، خصوصا المنتجات الزراعيه. احدى حلقات هذه الحروب دارت الاسبوع الماضي على ارض الكويت. ايه اللي حصل يا استاذ محمد السيد عيد في صحيفه الاخبار؟ قال انه خالد الروضان وزير التجاره الكويتي قال ان الكويت وقفت استيراد البصل من ايران. ليه؟ الكويت قالت لايران كخه بقى، انا مش هستورد منكم بصل عشان البصل بتاعكم فاسد. اذا البديل هو البصل المصري حسب ما كتب استاذنا الاستاذ محمد السيد عيد. تبين التزاحم من اجل الحصول على البصل، وكان من الطبيعي ان يحل البصل المصري بديلا عن البصل الايراني في الكويت. قوم نزل خصوم مصر الى الساحه بكل ضراوه. ايه اللي حصل؟ نشروا الشائعات على الفيسبوك وتويتر واتساب، حلوه الواتساب دي، مؤكدين ان البصل وسائر المنتجات الزراعيه القادمه في مصر ملوثه، القادمه من مصر ملوثه، يعني البصل بتاعنا ملوث لانه من ميه الصرف الصحي. فبركوا صور او فيديوهات لمنتجات زراعيه فيها الدود، وروجوا انها منتجات مصريه. اشتعلت الحرب طبعا. صاحب المصلحه في نشر الشائعات يمكن تحديده بسهوله، هو اولا ايران التي توقف استيراد او توقف استيراد الكويت منها، وثانيا الاخوان. وهنا لابد ان اوضح شيء مهم، هو ان الاخوان في الكويت يمثلون قوة لا يستهانوا بها، بل اننا نعتقد ان الاخوان بعد 30 يونيو ذهبوا الى قطر وتركيا فقط، هذا غير صحيح، الاخوان في الكويت فتحوا باب الاستقبال. ايه الموضوع بقى؟ قوم قلنا لزميلنا خطاب في الانتاج عايزين بصل، وقلت له عشوائي بقى هات بصل اخضر اهو وبصل ناشف وهو برضو. احنا صغيرين كنا بنجيب البصله كده ايه وندشها، بصل داخل جوه القميص معلش، ون ايه وندشها. ادي البصل المصري اهو زي الفل اهو. يقول لك ايه هي اللي جوه دي بس اهو، واحد هيقول لي انت بتخيل على بتوع السجاير بتاكل دلوقتي بصل؟ معلش عافيه تحكم برافو. محتاج ايه؟
لبنه دي هنا غير البصل. حد يقول لي بقى البصل المصري معفن، معفن ازاي؟ ده حتى في فقريات. اه والله دي رساله الى ايران والى الاخوه اللي بيروجوا ان البصل المصري بتاعنا بايظ. البصل اهو زي الفل اهي. اه والله هو ساعات بيحرق والواحد ايه نعم رد ده مولع والله. اغام عقوها كلها عشان ايران على حسب المقال ما تعملش فينا حاجه وحشه يعني. ما تقولش بتاعك البصل قادر بصل كلت اهوت والله وزي الفل. ما اقدرش اكل ده بقى لانه لو كلت ده ممكن اسيب الحلقه وامشي. ادي يا جدعان البصل بتاعنا ماله وقف؟ قول لك اصله مش عارف ايه ماله. ادي بصل ثانيه اهي بس مش هاكلها اهي زي الفل اهي. ها انتوا جايبينها منين ده يا جدعان؟ مش جايبينها من السوق اللي جنبنا ولا جايبينها من والله من السوق اللي جنبنا اهو. زي الفل اهي والله العظيم. الواحد يحطها في سندوتش ياكلها. يوم يروجوا ان البصل بتاعنا وحش. لا البصل بتاعنا مش وحش ولا حاجه. هم اللي وحشين ناس قاقه. اه والله مش مدركين ان احنا عندنا حاجات كويسه بناكلها. طبعا ده بقى عايز ايه؟ عايز فسيخ وحاجات كده والواحد بقى ينضفه وحاجات ما علينا. البصل اللي مكتشوش ده يا جدعان تحفه. اه والله ده المقال بتاع الاستاذ محمد السيد عيد. هو بيقول في الاخر ان الحرب الاقتصاديه على مصر لا تتوقف وعلينا ان نعي هذا ونضع المخط ونضع الخطط لمواجهته كما نضع الخطط للقضاء على الارهاب. يعني انا وانا باكل بعد ما اكلت البصل دلوقتي كده انا بحارب الارهاب. زي اللي بحارب الارهاب بالظبط. يعني كونك انك انت تشجع المنتج بتاع بلدك دي حاجه محترمه جدا، وانك انت برضو توصي بان الاقبال على منتج بلدك ده حاجه محترمه جدا يعني. فربنا يستر ان شاء الله.